يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. وطبعا بنكمل كلامنا مع كابتن ايهاب، وكنت بساله قبل الفاصل مباشره عن رؤيته للي جاي، الماتشات اللي جايه في مشوار ورحله النادي الاهلي في الحفاظ على صداره الدوري. طبعا اللقب الاحب من وجهه نظر الكم الاكبر من مشجعي النادي الاهلي عبر التاريخ، دي مش حاجه جديده، دايما الدوري ليه خصوصيه شديده جدا. خصوصيه شديده، الناس لسه بطوله افريقيا يعني ما كملناش اسبوعين، الناس نسيت بطوله افريقيا ومركزه طبعًا. وشغلها الشاغل هي بطوله الدوري الممتاز. اكيد طبعا النادي الاهلي يعني مكتوب على جمهوره ومكتوب على لعيبته وعلى مجلس ادارته، اي بطوله بيشارك فيها لازم يحققها ولازم ياخدها، بس لازم الجمهور يعرف ان دي كوره ودي رياضه في الاول وفي الاخر. انت بتفضل منافس لاخر نفس في البطولات كلها، بتبقى المرشح الاول طبعا، ده بتحس المبدا اكيد بتحقق. بس انا عايز اسالك على رؤيتك للي جاي، شايف ان الاهلي مش بس في مباراه النهارده على فكره، شايف هل هيبقى فيه يعني خطط هجوميه صريحه هنشوفها الفتره الجايه، سواء بقى من خلال اختراق راس حربه واحد، راسين حربه من الجناح، يعني ايا كان هيبقى كله هجوم بس اللي جاي للنادي الاهلي في الدوري هجوم فقط؟ النادي الاهلي حتى لو مش اللي جاي، اللي فات واللي هيجي بعد كده، النادي الاهلي سيستم واحد وطريقه واحده. النادي الاهلي كل طموحه وكل هدفه المكسب، سواء ماتش السنه دي في بطوله الدوري او الماتشات اللي جايه في بطوله الدوري او الدوري السنه الجايه او بطوله افريقيا، لان النادي الاهلي دي الطبيعه اللي اتعودنا عليها. بس انت ممكن المكسب لو ظروف المباراه مختلفه حبتين توصل للمكسب اللي انت عايزه، بس بتكنيك مختلف مثلا، انت تستنزف قدرات الفريق اللي في الاول اللي بيلعب. مع احترامي لقوه وقوه الانديه المصريه، بس النادي الاهلي يعني هو الفريق الاقوى في الدوري المصري مع نادي الزمالك طبعا، اللي نتمنى له كل احترام، هما الاثنين اعلى فنيا في المستوى الفني على الانديه الثانيه، فبيكون نازل ليه الاولويه وليه المبادره الفنيه الاقوى، واللي هو اللي يبدا هو يكون الفعل، ما يكونش رد الفعل. النادي الاهلي دايما هو الفعل، الانديه الثانيه او الخصوم بتبقى هي رد الفعل للنادي الاهلي، فده اللي متعودين عليه. فالنادي الاهلي اعتقد مش هيقل عن الكلام ده الفتره اللي جايه، يقدر يخلص ماتشات بالتكتيك اللي حضرتك بتتكلم عليه مثلا، في ماتشات ليها اسلوب معين، لكن هي طريقه اللعب 4-2-3-1 مش هتتغير. لكن مع ظروف اللقاء ممكن اغير، احط بقى اطلع مثلا لعيب من نص الملعب واحط مهاجم تاني زي ما بيحصل كتير الفتره اللي فاتت، يعني بيسحب مثلا في ماتشات سحب ياسر ابراهيم ونزل بواليا ويرجع مش عارف قفشه في نص الملعب، وبعد كده بيرجع بنون، يعني في معطيات كتيرة على حسب المتغيرات اللي بتحصل في اللقاء. كل ماتش وليه ظروفه، كل ماتش وليه لعيبته، وكل ماتش وليه اسلوبه اللي يدار بيه، لكن السياسه والسيستم والاسلوب من اول اللقاء واحده، والهدف واحد، الهجوم، واللي انا احاول اخلص اللقاء بدري عشان ما اخشش، لان انت الماتشات اللي زي دي طول ما الوقت بيعدي انا كدجله او انا كنادي تاني باخد الثقه، بحاول اخد الثقه، ولو قدرت كمان بعد لما تحرز هدف في الاول لازم تغطيه بهدف تاني عشان تخلص الامور تماما، وتحاول بقى ايه في الظروف وضغط المباريات تعمل الروتيشن اللي بنتكلم عليه، تقدر تريح بعض العناصر اللي منهكه او مضغوطه من ضغط المباريات اللي فاتت، فتقدر تغير اللعيبه دي وتقدر تسحب اللعيبه وتنزل لعيبه ثانيه وتديهم فرص، زي ماتش اسوان مثلا لما محمود متولي بعد غياب قدر ياخد، لان كانت النتيجه او اللقاء كان فيه شبه اريحيه شويه، اي نعم حصل شويه ضغط في الاخر، بس اللعيبه قدرت، محمود متولي ادى بشكل كويس لما نزل، سعد لما نزل كان بشكل كويس، فده اللي مستر المسلمين برده بيدور عليه الفتره اللي جايه. هيبقى في ماتشات، انت عندك بعد يومين ماتش سيراميكا، فلازم اللعيبه النهارده تحاول على قد ما تقدر تخلص برده الماتش بدري، عشان كل ما الماتش بيتاخر في نتيجته ده بيعمل ضغط عليك طبعا. بيعمل ضغط عصب عليك، وبيعمل ضغط ذهني وبدني وكل حاجه عليك وعلى جمهورك، عندك ماتش كمان يومين، فده بيتحمل عليك اكتر، فلازم تريح نفسك. فده هيحصل من خلال زي ما هو فاروق قال مثلا، الاستغلال انصاف الفرص. النادي الاهلي بيوصل للجول كتير قوي، بيوصل للجول من الاطراف، من العمق، عن طريق قفشه، عن طريق حسين، عن طريق كهربا، محمد شريف بتحركاته من ورا المدافعين بشكل كويس جدا، وان كان الفتره اللي فاتت برده محمد شريف وده طبيعي مش هو محمد شريف، بس بيقدر يجيب جول وبيقدر يمارس هوايته، يعني ربنا يبعد عنه شر الاصابات، يعني بيأدي بشكل كويس جدا. انا شايفه ممكن يكون برضو مجهد بشكل كبير جدا، اللي كان عليه ضغط كبير جدا صحيح. في بطوله افريقيا بس وعليه امال، ضغط وامال كبير، ودي مسؤوليه كبيره، مش اي حد يقدر يتحمل المسؤوليه اللي على عاتقه، ودي حاجه صعبه جدا، فهو دي تبين لك اللي هو لعيب كبير، لان دي تفرق كتير جدا اللعيب اللي يكون عليه ضغط وامال وطموح جمهور النادي الاهلي الكبير ده، وانا اكون على قدر المسؤوليه. فانا بتمنى له كل التوفيق ويستمر على اللي هو فيه، لان لسه قدامه المشوار طويل جدا ان شاء الله.